يد تبني ويد تقاتل وتحمي الوطن، وللرفع من كفاءة جنود القوات المسلحة وحرصهم دائما على التطوير والتدريب، استعرضت الكتيبة 155 بالقيادة العامة عرض عسكري بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة. التنظيم والقيادة والتوجيه متوفر في هذا المتدرب. هذه الثلاثة معاهم سلاح. التدريب الجيد يرفع من قدر العسكري ويؤمن النصر. أنت توا لما تبدأ بالدرب كويس وعندك مثلا سلاح، في فرق بين لما تضرب 20 طلقة وأنت مش عارف تصور ولا ما تصورش كويس، وفي فرق بين أنت تصور كويس وتربي طلقة تجيب بها هدف. حيث شدد مدير إدارة التوجيه المعنوي على أهمية التدريب العسكري وتنفيذ أوامر الضباط والانضباط بالعمل والرفع من قدراتهم القتالية والمحافظة على العتاد والسلاح. يأتي هذا التدريب والتطوير في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة ضد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة الإرهابية بالمنطقة الغربية لتحريرها من براثمهم. مرحلة تاريخية، ربك الحمد لله أنا معنا بالجبهة الداخلية القوية، الشعب الليبي القبائل لا يعطت أبنائها بالجبهة للقتال من أجل الكرامة والحرية والسيادة، وطبعا سبقوكم زملائكم في المستشفى في الجريح في وزارة الجبهة. عرض عسكري قامت به وحدات القوات المسلحة لتؤكد من خلاله استعدادها الكامل لأوامر القيادة العامة وأنها رهن الإشارة بكامل عتادها وقواتها. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.